ولنقاش الملف السوداني ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم المحلل السياسي محمد شناوي. أهلا بكم سيدي. ألو، مرحبا، كيف الأحوال؟ أهلا بكم. كان رئيس المجلس العسكري السوداني صرح بأن المجلس جاهز للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير. كيف تفسر تغيير موقف المجلس العسكري حول التفاوض؟ سيد في واقع محمد. الأمر أن هناك تصريحات يعني متناغضة جدا. بالأمس كان هناك تصريح من قبل نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان، تصريح مفاده عن أن الإدارة الأهلية فوضت المجلس العسكري لتشكيل حكومة مدنية، واليوم أيضا هناك تصريح عكس هذا الحديث. لكن هناك يعني عدد من المراقبين فسروا بأن هذه التصريحات أن المجلس العسكري ليس في نيته أن يسلم الحكومة لحكومة مدنية، خاصة وأن قوى الإعلان الحرية والتغيير ظلت منذ أكثر من شهر تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية، خاصة وأن هناك يعني اتفاق يعني أبرم بين الجانبين. كان لقوى إعلان الحرية والتغيير نصيب كبير، وهو 67% بالنسبة للمجلس التشريعي، وأيضا 35% للقوى السياسية المعارضة. السيد محمد، هذا الاتفاق يعني كان قبل فض الاعتصام أمام القيادة العامة، كيف تتوقع أن يكون رد فعل القوى الثورية حيال هذه الدعوة إلى الجلوس والتفاوض مجددا مع المجلس العسكري؟ مؤكد أن قوى إعلان الحرية والتغيير أو القوى المعارضة ستصائد من عملياتها الاحتياجية، وبالفعل قبل يومين كان هناك تصعيد من قبل قادة الاحتجاجات، كانت هناك تظاهرات في عدد من المناطق، اليوم كانت أيضا هناك تظاهرات لكن حجمها لم يكن بالكبير حسب إفادات شهود عيان. وأيضا كما تتابعون أو كما تعلمون أن خدمة الإنترنت حتى الآن لا تزال مقطوعة، ولذلك المعلومات حول التظاهرات أصبحت شحيحة. لكن سمعنا من عدة مصادر أن هناك تظاهرات في عدد من المناطق، وأعتقد أن حال أو حال المجلس العسكري تمسك أيضا أو تماطل ستتجه قوى إعلان الحرية والتغيير للتصعيد أكثر، خاصة وأن هناك أيضا وساطة إثيوبية، ومن المتوقع ان ياتي غدا او ان يصل الوسيط الاثيوبي الى الخرطوم، وذلك لاحداث اختراق في استئناف التفاوض بين قوى اعلان الحريه والتغيير والمجلس العسكري، خاصه وان المفاوضات يعني توقفت منذ قبل فض الاحتصام، وبعد ايضا فض الاحتصام قوى اعلان الحريه والتغيير كانت لديها او كان لديها موقف بان لا يعني يتفاوض او لا تتفاوض مع المجلس العسكري الا باشتراطات دفعت بها المجلس العسكري، لكن المجلس العسكري لم يستجيب لعدد من الاشتراطات. ومن ابرز كانت هذه الشروط التي دفعت بها قوى اعلان الحرية والتغيير للمجلس العسكري الاحتراف بعمليه فض الاحتصام ومحاسبة من أمر ومن فض الاحتصام والحريات، كذلك يعني إتاحة الحريات وإطلاق عدد من المستقرين. وبالفعل كانت هناك استجابة لهذا البند، وهو يعني تم إطلاق عدد من المستقلين السياسيين، وكذلك أيضا هناك بند إبعاد المظاهر العسكرية. هناك يعني استجابة لهذا البند، لكن في بعض المواقع الاستراتيجية هناك تواجد لعدد من القوات العسكرية، وكذلك أيضا
هناك بند يعني حتى السيد الآن لم محمد، في ظل اختلاف يعني وجهات النظر، كان صادق المهدي دعا إلى تجميع كل المبادرات التي يقدمها الثوار والمعارضة، تجميعها في مبادرة واحدة لتوفيق أو محاولة تقريب وجهات النظر. كيف تلقى الثوار مثل هذه المبادرة؟ يوقع الأمر أن الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وهو يعني من أكثر الأحزاب أو من أكبر الأحزاب هنا في السودان. هناك لدي يعني لدى زعيم حزب الأمة تصريحات يعني أو تصريحات لافتة هي يعني قريبة من وجهة نظر المجلس العسكري. واللافت للأمر أن حزب الأمة هو من ضمن مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، لكن بكل يعني حزب الأمة يعني وجد هو يعني عزلة في تقديري، أو وجد انتقاد كبير من قبل المواطنين ناهيك عن القوى السياسية المعارضة. يعني هناك عدد كبير من المراقبين انتقدوا يعني موقف حزب الأمة خاصة، وأن هذا الحزب كانت لديه عدد من المراقبين أو لديه عدد من السلطة من يعني من المتابعين، لديه مواقف من هذا الحزب في تصريحاته. يعني تصريحاتي دعيني أوصف بأنها تصريحات يعني تساهم في شق قوى إعلان أو قوى الإعلان الحرية والتغيير. أشكرك جزيل الشكر، المعذرة على المقاطعة. محمد الشناوي المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم.